اختصار عندي جملة من الملاحظات بالنسبة أولا الحالات المسجلة فيها بالكاف الألف يعني يقول ما زلناش مقارنة في نفس الفترة خلال السنة الماضية ولكن هذا جعلنا مع السيد مدير الصحة أننا نسرع في محاربة هذا المرض لأنه يعني ما يخفاش بأنه مرض متنقل حتى ولا عندنا 7 حالات لازم نعرفوا الأسباب نشخصوها ولازم يكون هناك تدخل فعال السمومات الغذائية صحيح أننا سجلنا مقارنة بالسنة الماضية نفس الفترة 26 حالة يعني لأنه يعني لا تذكروا الفترة الماضية كان هناك تسمم على مستوى الإقامة الجامعية هو اللي خلى العدد يرتفع ولكن هذا ما يخليناش أننا نشوفوا أن العدد قليل بأننا ما نتجندوش ونحاربوا هذه الظاهرة هناك مجهودات كبيرة قام بها قامت بها مصالح التجارة ومصالح المراقبة سواء على مستوى مديرية الصحة ولا التجارة ولكن لازمنا نجندو كامل محاربة مشكلة السمومات الغذائية بالخصوص مع تزامن فترة موسم الصيف اللي راح تنطلق مباشرة من بداية شهر جوان موضع جد هام تطرق له السيد الممثل مديرية الصحة الخاص بمشكلة الصهاريج المتنقلة تظن بأن الأمور واضحة والقوانين واضحة تطرق بإيجاز على إلى كل قوانين اللي لازم تكون للأسف نشوفوا أنه لا حبينا نحاربوا هذه الظاهرة لازم يكون هناك تجنب على مستوى البلدية لما نشوف شاحنة متنقلة مباشرة ما توفرش فيها شروط لازم فورا سينيالي لمصالح الأمن لأن ما نخلوش حتى يصرى بعدها تسمم لا مشكل ومن بعد نقولوا تولي المسؤولية الأولى بالنسبة لي هي السادة ورؤساء البلدية أنتم مكاتب الصحة على مستوى البلدية قوموا بعملية المراقبة وقال أول حاجة عطينا الرخصة ما عندكش الرخصة مباشرة مع مصالح سواء الشرطة ولا الأمن ولا الظرف الوطن وتاخذوا الإجراءات يسيزيوها وتاخذوا كل الإجراءات ما يلزمناش نتلاعبوا مع الصحة تاع المواطنين اللي الصهاريج غير متنقلين في حالة تاع التسموم والمشاكل الأخرى كان كذلك المصالح المختصة يقوم بتحاليل نوعية تاع المياه الشرب ولكن لازمنا نحاربوا هذه الظاهرة اللي راهي ممكن راهي تخلق لنا مشكل كبير خصوصا خلال الفترة الصيفية إذا دونك لازم اللي حاب يتحصل على رخصة أمور واضحة قاوم طبقوا القوانين وعندنا طرق نتحصلوا فيها على هذه الرخصة بالنسبة لتحليل مياه البحر قال 20 حالة عندنا 4 حالات رديئة لازم نعرفوا راهي هذه الحالات ولو على بالنا بها ولكن كان الشواطئ راهي نفسها اللي رانا نهضروا عليها ومن خلال اللجنه تاع تحضير موسم الصيف خرجنا لها وقمت باصدار تعليمات كامل الساده ورؤساء البلديه المعنيه باش يبداو يحاربوا هؤلاء اللي راهم يتسبوا ولا يرموا المياه الصرف الصحي في الشواطئ اول حاجه اللي نبداوها مقارنه يعني شي خاطر اللي تفرق ليه بخصوص هذو الفنادق اللي ماشي تقارب اللي تقوم بصب المياه القذره في 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 الشواطئ بلا ما نذكر الاسامي راهي واضحه يتم ذكرها السيد مدير البيئه مع السيد مدير السياحه لازم تدخلوا في هذا الاطار عاودوا فعلوا لجان اللي قلنا نديروها لجان المراقبه مع السيد مدير المواد المائيه اختيروا لجان ونخرجوا وباش نضربوا بيد من حادي عندنا مصالح الامن تخدم خدمتها راهي بلغوهم بركو ما يعرفوش يديروا ولكن ما خلوش اننا نشوف انه واحد مستثمر ربي يعاونوا يدخل الاموال ويصرف يدير الصرف الصحي في الشاطئ هذا خطر سواء من الجانب الصحي ولا من 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 النوعيه تاع المياه من وجهي تخرج رديئه ما نقدروش نسمحوا بفتح هذه الشواطئ اذا السيد مدير البيئه ديروا لجنه وخرجوا وضربوا بيد من حادي لانه الصوره اللي قدمها السيد مثل مدير الصحه راهي واضحه وضوء الشمس وفي هذه الحاله مع مدير السياحه ما خلوش الترخيص بالنسبه لها اللي كما قلت تفضل المتدخل سواء مدير بيئه ولا مدير المواد المائيه يجيب لنا يجيب مع لونا وثيقه اللي تثبت بانه راح لونا المصالح تاع لونا هما اللي يقوموا بالتصريف ومن بعد ما كانش حاجه اللي تثبت باللي وراه السؤال مطروح وراه هذه المياه الصرف الصحي وراه المياه اذا يكون عندنا شك بلي المياه في الشواطئ في هذه الحاله نضربوا بيد من حالي قال اي مستثمر يقدم لنا الوثيقه تثبت بانه دخلت لونا وقامت ببيع عمليه تطهير باش ولا حبينا نحاربوا لازم نروحوا مباشره للنقطه هذه انه يقدم لنا قال اعطيني
الشيء اللي يثبت انك قمت بالتصريح. يسني الكونطرا مع ونا وبعد ما ما يخلصهاش ولا ما يكون ما كانش انونجاجمون فيا اللي يثبت بانه هذا المستثمر ولا قام بعمليه ليفيدونس تاع لا بوستير. دونك هذه نقطه هامه مثل مدير السياحه انتم تصرفوا عليها شخصيا، تصاروا عليها شخصيا مع كل هؤلاء المستثمرين. بالنسبه لحالات العقد انا نجاوب، طرح سؤال انا نجاوبك مباشره وبكل صراحه، ما نكذبوش على روحنا. حاله عرض الكلاب ولا درك مع عبد الخضر القطر هي المعيار. انا بالنسبه لي اعتبرها هي المعيار الحقيقي لقيم كل بلديه بعمليه تنظيف المحيط ولا رفع القمامه، لانه هذو الكلاب ضاره ولا القطر. روح للمناطق اللي فيها الفضلات، لما تقول لي تموشن فيها الى اخره، تموشن على مستوى البلديه ما ماهوش قايمين بالدور تاعها. انا شفت كانت موش الاخيره موش في العاميريه مع قبل عبد النصار امام بحجر، هذا هو الكريتير. لما تقول صح سؤال ملاحظه وجيهه، تقول كان بعض بلديه حالات عبد الكتاب فيه نفسه، معناتها هذه البلديه راهي قايمه بالدور تاعها في كل ما يتعلق بعمليه التنظيف. هذه الاجابه الواضحه ونظن انها اجابه مقنعه. لا نقدر نعطيناكم تعليمات وقلنا لازم عمليه تنظيف المحيط، رفع القمامات، رفع الفضلات، راه نقوم بدوريات وعندنا حتى على مستوى الامانه العامه، رانا درت الجناهير تراقب. اذا لا حبينا نحاربوا هذه الظاهره، هذا الدور تاعكم تاع السادة ورؤساء البلديات، هما اللي يقوموا بعمليه تنظيف المحيط. لما نرفعوا الفضلات المنزليه ونكونوا اجور، ما يكونوش هناك لا قطط ولا كلاب ضاره. لما تاخروا العمليه هذه الرصوص الاولى في حالات، لانه عدد كبير 106 حاله تاع الكلاب، راهي حاله هذه تثبت بانه بالنسبه للبلديات. وانا نطلب من الساده رؤساء الدوائر انهم يدخلوا ويشوفوا على المشكل هذا بالتنسيق مع الساده رؤساء البلديه. ومنطلقا من الاسبوع القادم نرجعوا لي بي ار كي اللي كنا نبعثوهم الاسبوع الماضي، كل اسبوعين تعطونا اجراءات المتخذه. فهذه الحاله قلنا لكم نسقوا بالنسبه للحملات قضاء كلاب ضاره، مشات في مرحله ما بعثوا خط لي بي ار كي ما يجيني، او كان بي ار كي اللي راه يتكلم على انه كان هناك حمله لمحاربه كلاب ضاره. وحتى نبداو من دركا باش ما ننساش مثل قضاء الناموس، نسقوا مع السيده مديره الاداره.